السلام عليكم، الله يسعدكم جميعا. هل الصوت واضح حتى ننطلق على بركة الله؟ الأخت غيداء، الأخ أو الأخت ملهم، إيمان، محمد، منال، حصة، أهلا وسهلا بكم جميعا. أتأكد بس أن الصوت واصلكم الله يسعدكم حتى نبدأ لو سمحتم. يا ريت أي أحد بس يكتب أن الصوت واضح إذا كان الصوت واضح. هل الصوت واضح؟ الله يسعدكم. يا اهلا وسهلا بمن حضر، حياكم الله. يا ليت السياح يفيدنا الله يسعدكم اذا كان الصوت واضح. الاخت مزنا الله يسعدك، شكرا لك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخت ساره ايضا الله يسعدك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في مقرر الإدارة في الإسلام. هذا المقرر المفيد الخفيف الظريف، سأتكلم بعد قليل بحول الله تعالى عن المقرر والمنهج وطريقة التواصل وطريقة الشرح والكتاب المرجع وغيرها بإذن الله تعالى. في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتناول مقدمة فقط، مقدمة لمقرر الإدارة في الإسلام، وفي المحاضرات القادمة سنأخذ بعض التفاصيل إن شاء الله. مجموع المحاضرات التي سنأخذها إن شاء الله 8 محاضرات، وهذه هي المحاضرة الأولى بحول الله تعالى. في كل نهاية كل محاضرة سأعطيكم الكويز، سأعطيكم سؤالين أو 3 أسئلة بإذن الله حسب ما يسمح به الوقت. أحياناً أعطي بعض الأسئلة والتي لم نشرح موضوعها بعد، ولكن حتى تثبت المعلومة ونأخذ يعني كتمهيد للموضوع الذي سنشرحه في المحاضرة القادمة، نأخذ الكويز من المحاضرة التالية أو التي بعدها. وهذه من خلال تجربة وجدت أنها مفيدة، وكثير من الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات يرغب بأسئلة الكويز لأنها تثبت المعلومة ولأنها تعطي انطباعا عاما حول طريقة الأسئلة في الاختبار النهائي. أتمنى من الجميع أنهم ما يهتمون كثير في الاختبار النهائي بقدر ما يهتمون بالعلم الذي سنأخذه إن شاء الله. سنتناول يعني علم إلى حد ما غزير وفي فائدة وبما يسمح به الوقت، لا سيما في أوقات الفصول الصيفية التي الوقت فيها محدود. فأتمنى وأنصح نفسي وأنصحكم جميعا أن يكون تركيزنا على العلم، لأنه هو اللي سيبقى وهو اللي سنستفيد منه إن شاء الله في مستقبل حياتنا بحول الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلونا نبدأ على بركة الله باستعراض الشرائح، وأنا رفعت شرائح المحاضرة الأولى والثانية والثالثة، كلها رفعتها في المنتدى، وسأرفع الباقي إن شاء الله قريبا بحول الله تعالى، ومجموعها 8 محاضرات إن شاء الله تعالى. في المحاضرة الأخيرة
سيكون هناك حديث حول الاختبار النهائي وطبيعة الأسئلة والمنهج المطلوب إلى آخره. فلا تقلقون مرة أخرى، لا تقلقون أكثر من اللازم فيما يتعلق بالاختبار، اقلقوا حول العلم الذي يجب علينا جميعا أن نحصله ونبعد أنفسنا عن الجهل الذي هو يعني سبب لمضار كثيرة جدا. فعاذنا الله وإياكم من الجهل ومن تصرفات الجاهلين. على بركة الله، هذا هو اللقاء الأول، وسنتكلم فيه بإذن الله حول مقدمة عامة وتحديد لسير المقدر. سؤال متكرر وكثير جدا من الإخوة والأخوات، ما المطلوب في هذا المقدر؟ ما هي أو ما هو المرجع المطلوب؟ ما هي المذكرة المطلوبة؟ هذا سؤال متكرر كثير جدا، والجواب هو باختصار المطلوب هو المادة المسجلة واللقاءات الحية هذه. أنا عددت شرائح العرض هذه كاملة في كل المحاضرات وانتهيت منها الحمد لله. من يحضر معنا الله يسعدكم، هذه دائما أقولها وأنا واثق من نفسي فيها وأعطيكم إياها هدية لمن حضر اليوم. أقول من يحضر معنا في المحاضرات هذه محاضرات الحية ويتابع معنا سيجد الاستعداد للاختبار النهائي سهل جدا 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 بإذن الله تعالى، لأنه اللقاءات الحية هذه فيها مادة مركزة، فيها ما تحتاجون بحول الله تعالى، بخلاف الشخص الذي قد يكون بعيدا نوعا ما ويحاول في نهاية الفصل الصيفي أن يتدارك ما يمكن تداركه، سيجد صعوبة لأنه سيأخذ العلم جملة واحدة. وسنة الله في التدرج معروفة، من يأخذ العلم مرة واحدة سيجد الصعوبة، من يأخذها بالتدرج سيجد النقيض تماما، سيجد السهولة التامة بحول الله تعالى. وأعدكم جاهدا إن شاء الله أن يكون هذا المقرر مقررا مفيدا وسهلا وخفيفا، ونستفيد منه في سائر حياتنا، وليس فقط أن نجتاز هذا المقرر وندرس الذي بعده وهكذا. إن شاء الله إن شاء الله سأجتهد في ذلك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الشريحة التي تليها حول المقرر، طريقة شرحي لهذا المقرر هي طريقة قدر الإمكان تفاعلية. أنا أسأل أسئلة كثيرة وأنتظر منكم إجابات تكتبونها، وأيضا من لديه أي سؤال يسأل في نهاية المحاضرة أو بعد نهاية كل موضوع داخل المحاضرة، إن أمكن أجمع عن الجميع، وإن لم يمكن فالمنتدى موجود والإيميل اللي في برنامج تدارس موجود. وأعتذر تمام الاعتذار عن الإجابة عن كل الأسئلة التي تأتي خارج برنامج تدارس، هناك من يراسل عبر الإيميل الشخصي أو عبر تويتر، حسابي في تويتر أو عبر سناب شات أو غيرها أو واتساب أحيانا، كلها أعتذر عن الإجابة، لا أستطيع النظام، يعني نظاما أني ما أجيب إلا عبر برنامج تدارس. فمن لديه أي سؤال، لو 20 سؤال لو 100 سؤال، اسألها كلها في المنتدى أو في الإيميل الخاص ببرنامج تدارس، وأنا أعدكم جميعا أني أجيب عليها. غالبا أنا أدخل كل يوم في المنتديات وأجاوب عليها وأجاوب على الأسئلة، ولن أضع يعني المحاضرة الأولى هذه فقط هي اللي وضعت إعلان عنها، المحاضرات القادمة لن أضع الإعلانات عن المحاضرات القادمة، إنما سأرفع المحاضرات وتدخلون تشوفون متى تحدد موعد المحاضرة. وبإذن الله سننهي جميع المحاضرات قبل الاختبار بوقت كافي إن شاء الله تعالى. الاختبارات الأسبوعية والكويزات اللي ذكرتها قبل قليل، في نهاية كل محاضرة سنأخذ سؤالين أو 3 أسئلة على سبيل العجالة إن شاء الله، ونجاوب عليهم بهذه السؤال، إذا في وقت أخذنا تفاصيل حولها، إذا ما في وقت أخذنا الإجابة الصحيحة وانتهينا من المحاضرة. الكتاب المرجع سأخبركم به بعد قليل إن شاء الله،
الاختبار النهائي سأتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرة الأخيرة. تواصل مع الأستاذ كابتن المذكرات والتلخيصات المنتشرة في الإنترنت لا أعرفها، وأعتذر عن الإجابة حولها لأنها تحتاج قراءة وتحتاج اطلاع وتحتاج، وأنا ما عندي وقت للاطلاع عليها، والاعتماد عليها مخالف للنظام. مفردات المقرر، لقاء 8 لقاءات مثل ما ذكرت بإذن الله تعالى. الأول مقدمة مهمة وهي هذه، الآن سنبدأ في المحاضرات في المحاضرة القادمة إن شاء الله، فلسفة الإدارة والعمل في الإسلام، هذه سنأخذ فيها محاضرتين إن شاء الله جدا مهمة. سنتكلم عن الفلسفة الإسلامية للإدارة وللعمل بإذن الله تعالى، إدارة الأفراد في الإسلام، مبادئ حول إدارة الأفراد في الإسلام، سنأخذ فيها محاضرة واحدة وهذا تخصصي في الأصل، تخصصي أنا إدارة الموارد البشرية. موضوع التحفيز والقيادة سنأخذ فيها محاضرة إن شاء الله. التخطيط في ضوء الهجرة النبوية، أنا درست الهجرة النبوية، درست رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأخذنا فيها أو سنأخذ فيها إن شاء الله محاضرة في التخطيط، ما هي الدروس الإدارية في موضوع التخطيط التي نستفيدها من الهجرة النبوية، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنأخذ فيها محاضرة. التنظيم والتوجيه والرقابة سنأخذ فيه النموذج الإسلامي إن شاء الله باختصار. طبعا الذي قبلها التخطيط ثم بعدها التنظيم والتوجيه والرقابة، هذه وظائف الإدارة الأربع كما نعلم جميعا، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة سنغطيها بإذن الله تعالى في محاضرتين، محاضرة خاصة بالتخطيط ومحاضرة أخرى في التنظيم والتوجيه والرقابة بإذن الله تعالى. مراجعة عامة، هذه المحاضرة الأخيرة سنأخذ فيها محاضرة. إذا حسبت المحاضرات اللي أمامنا الآن عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 محاضرات، هذه هي المحاضرة الأولى ونبدأ على بركة الله تعالى لهذه المحاضرة اللي هي مقدمة كما ذكرت. ألو نعطيكم فائدة تفيدكم بشكل عام في دراستكم لعلم الإدارة. بعض الناس يقول علم الإدارة هذا مجموعة تجارب من شركات وناس كتبوا نظريات من هنا ومن هنا وصار علم، ما يحتاج الواحد يدرس علم الإدارة حتى يكون ناجح إداريا. بينما يجيك شخص آخر على النقيض تماما يقول لا، الإدارة علم ولازم تدرس ولازم تعرف النظريات ولازم تحفظ ولازم تقرأ كتب ولازم ولازم ولازم. فهذا السؤال قديم ومعروف، هل الإدارة علم ولا فن؟ يعني هل هو نظريات نعرفها ونطبقها ونستفيد منها ولا هو مجرد ممارسة؟ في رأي يقول كذا، في رأي يقول كذا. الصحيح أن الإدارة علم وفن، لا يمكن للشخص أن ينجح إداريا إذا كان صاحب نظرية فقط. جينا واحد أكاديمي في الجامعة مثلي أنا ويعرف النظريات ويعرف بعض الأمور وقرأ كتب وخلص ماجستير ودكتوراه ويجي يصير أحسن إداري وهو لم يمارس الإدارة أبدا، هذا مستحيل. يجينا شخص آخر على النقيض شغله كله ممارسة ممارسة ممارسة، ما قرأ في الإدارة ولا استفاد منها ولا استفاد من تجارب السابقة، يقول أنا أعرف الإدارة وأعرف أمشي أموري ويكون ناجح إداريا، هذا أيضا مستحيل. النظري لابد أن يضيف الممارسة لنظرية حتى يستفيد، والشخص العملي اللي يمارس هذا لازم يتعلم، لازم يصير عنده ABC الإدارة، يعني أبجديات الإدارة. هذه بشكل عام لابد أن ننتبه لها الآن، هل الإدارة علم وفن؟ أظن أنكم درستوا صحيح أنها الأثنين جميعا. هذا منحى. منحى آخر يقول أن الإدارة على يعني جزئين، الممارسات الإدارية عموما على جزئين، جزء مبني على علم، علم يعني إذا ما سويته ما سواه يكون خطأ،
والجزء الآخر تجارب ووجهات نظر. بالإنجليزي يقول أن المانجمنت is two things: the know-how والpoint of view. يعني الإدارة شيئين: know-how تعرف كيف الأمور تمشي فهذا علم، والpoint of view يعني وجهة نظر أو تجارب خاصة. هل أعطيكم أمثلة توضح هذا الكلام؟ إذا قلنا أن الإدارة نوعان، نأخذ الآن النوع الأول علم. إذا جاءنا شخص يقول أنا سأدير شركتي بدون ما أخطط وبدون ما أضع أهداف وسأديرها إدارة لحظية، وبإذن الله الأرباح ستزيد وأموري ستكون أروع ما يكون، هل يكون الشخص هذا محقا ولا غير محق؟ الجواب بالتأكيد أنه لن يكون محقا وستفشل شركته، لأن ألف باء الإدارة وهي التخطيط ووضع الأهداف غير موجودة في ذهنه. فهذه من الأشياء المستقرة اللي قضية أن جزء من الإدارة علم. إذا تجاهلنا هذا العلم ستكون العواقب وخيمة. بينما النوع الثاني اللي تحت اللي هو التجارب ووجهات نظر، هذه يمكن الواحد يبدي فيها وجهة نظر. يعني مثلا الآن وجهة نظر شركة أبل، أبل هذه اللي تطلع من آيفون وماك وغيرها، فلسفتهم الإدارية أنهم يعملون 1-2-3 مثلا. هل أقول أنا في الرياض بشركتي، أنا هنا في الرياض في المملكة العربية السعودية، لابد أن أطبق ما تطبقه أبل وإلا ستفشل شركتي، أو يمكن أن أبدي وجهة نظر حول هذا الموضوع؟ الجواب الثاني أن يمكن أبدي وجهة نظر باختلاف السياق. هناك سياق غربي أمريكي له ظروفه ومحكوم بأنظمة وقوانين، بينما هنا أنا أتكلم في المملكة العربية السعودية، نسأل الله تعالى أن يحرسها وأن يحفظها وأن ينصر جنودنا وأبطالنا في الحد الجنوبي. أنا في المملكة العربية السعودية هنا في الرياض لسياقي الخاص، سياقي القانوني، سياقي الثقافي، سياقي الاجتماعي. فليس بالضرورة ما يصلح لأبل في أمريكا أن يصلح لشركتي أنا في السعودية. ففي وجهات نظر يمكن أستفيد منها، لكنها تبقى وجهة نظر وليست علم يعني قانون لا بد أن نطبقه. هذا فرق بشكل عام فرق أولي وبسيط جدا. فحطوا في أذهانكم قبل أن نبدأ الآن، الإدارة نوعان: علم أو تجارب ووجهات نظر، know how يعني علم و point of view أو وجهات نظر. هذه كمقدمة أشوف أنها ضرورية، لذلك وضعت لها شريحة خاصة. الإدارة عبر التاريخ، أكون معكم صريح جدا، هذا الموضوع لما قرأت التوصيف المقرر وجدت أنه معطى حجم كبير، وأنه لابد تتكلم عن كل عنصر من العناصر هذه بالتفصيل. طبعا في وجهة نظري أنا حول التاريخ وعلاقته بالإدارة هي علاقة جيدة، جيد أننا نستفيد من التاريخ. وبقراءة الماضي يمكن أن نقرأ المستقبل، والاستفادة من دروس الماضي والتجارب السابقة يمكن أن تكون لنا نبراسا لما نستقبل من أيام أو في التخطيط أو في غيرها. يعني تأخذ بعض التجارب الناجحة وتستفيد منها في الماضي، بعض التجارب الناجحة في الماضي أو بعض التجارب غير الناجحة تستفيد منها وتعرف الأشياء اللي وقعوا فيها وتحذر مما وقعوا فيه. هذا رائع جدا ومفيد، لكن الذي أقصد هو الإغراق في دراسة التاريخ المتعلق بالإدارة. هذا لن يكون مفيدا فائدة كبيرة بكل صراحة،
لكن جيد أن يكون لدينا المال. يعني مثل الموضوعات اللي أمامكم هذه، العصر الحجري والفرعوني والإمبراطورية الرومانية وغيرها، كان عندهم جوانب إدارية يمكن يستفاد منها. هذه مجالها القراءة وليس مجالها الشرح في المحاضرات. فأستأذنكم أني أختصر الموضوع هذا في شريحة واحدة فقط، ومن أراد أن يتوسع فالقراءة موجودة، يقرأ حول الإدارة في التاريخ، يقرأ حول بعض الموضوعات الخاصة، هذا موضوعات لذيذة وجميلة. لكن بكل صراحة وأنا أعطي الآن وجهة نظر شخصية، يمكن لكم أن تتفقوا أو تختلفوا. هذه من الأمور اللي يدخل فيها النقاش، هل التعمق، هذا ما أقصده، هل التعمق في قراءة تاريخ الإدارة في العصور البالية مفيد لنا في هذا الوقت أو لا؟ جوابي أنا الشخصي أنه غير مفيد فائدة كبيرة، لكن يمكن نستفيد منه ونأخذ إمامة عامة، وهذا ما سأخذه يعني الآن إن شاء الله في هذه الشريحة. عموما الإدارة عبر التاريخ مرت بمراحل، خلنا نبتديها بالعصر الحجري. كان في إدارة في العصر الحجري، ما في إدارة، ما في عمل يقوم ونتيجة نحصل عليها إلا بإدارة. إذا كان هناك عمل من دون إدارة فهذا يعني الفشل الذريع. في العصر الحجري استطاعوا أن يديروا أعمالهم، ستون إيج مثل ما يسمونه بالإنجليش، العصر الحجري ستون إيج. من الملامح العامة في العصر الحجري كانت أمرين مهمين. الأول استغلال جميع الموارد، كل شيء استطاعوا يستغلوه استغلوه، استفادوا من الحجر والشجر والجلود والحيوانات وغيرها، كل ما كان بين أيديهم من الموارد استفادوا منها حتى يعيشوا. من أيضا الملامح العامة في العصر الحجري أنه كان في عمل جماعي واضح، كان في عمل جماعي وليس في عمل فردي بحكم قسوة العصر. العصر الحجري ما كان عصر هين سهل الواحد يستطيع ينجز أعماله لوحده مثل الآن. إحنا الآن ترى نمر في مرحلة تاريخية في استخدام التقنية ما مرت على التاريخ كله، ترى التاريخ كله من العصر الحجري حتى اليوم ما مر على البشرية استخدام أمثل واستفادة من التقنية مثل ما نعيش فيها الآن، لا سيما فيما يتعلق بالعلم ومصادر العلم والتعلم وغيره. أول كان الناس يطلبون العلم مثلا في المساجد ولا يزالون الحمد لله، وفي الجامعات ولا يزالون الحمد لله، وعند يعني بعض المختصين وفي الدورات التدريبية وغيرها. كانت مصادر العلم محدودة وأماكن التعلم محدودة. الآن منصات التعلم العربية وغير العربية لا تخسر، كثيرة جدا تستطيع تأخذ كورسات وفيها شهادات وبعضها مجاني من جامعات عالمية مرموقة هارفارد وغيرها، وأنت جالس في البيت ومعك الجوال فقط، وتأتيك المعلومة على طبق من ذهب من أكبر الخبراء في العالم. هذا موجود الآن، لم يتوفر هذا سابقا. فطبيعة العصر الحجري كانت شاقة، وبسبب مشقة الأعمال كانوا يتعاونون عليها. فأهم ملامح العصر الحجري أمران، الأمر الأول هو أنه كانوا يستفيدون من كل الموارد الموجودة كلها تقريبا. الأمر الثاني أنه العمل الجماعي كان طاغي على العمل الفردي، وهذا شيء رائع جيد أن الواحد يعود نفسه على أن يعمل في تيم وورك في عمل جماعي، لأنه دائما النتائج تكون أقوى في العمل الجماعي من العمل الفردي. في أيضا العصر الفرعوني أو المصريون القدامى كانوا ناجحين حقيقة في التخطيط وإدارة المحصول الزراعي والأساليب الإحصائية لأخذ الضريبة من الناس. شوف الأهرامات، أنا زرت مصر أكثر من مرة ورحت للأهرامات، لا يمكن أن يبنيها شخص من دون تخطيط. الأهرامات معلم عظيم جدا جدا،
ومبنية بإحكام غريب حقيقة سبحان الله العظيم. لا يمكن أن تبنى الأهرامات بدون تخطيط. فيما يغلب على الظن أن العصر الفرعوني خصوصا اللي بنوا فيه الأهرامات ومكثوا فيها عشرات السنين يبنونها كانت وفق خطة، خطة معينة. هو شكل الهرم كيف قرروا؟ بناء على خطة. المدة الزمنية بناء على خطة. المادة المنحوتة هذه الصخر هذه أيضا كانت بناء على تخطيط. فنجحوا نجاحا باهرا في التخطيط، لذلك بقيت آثارهم حتى اليوم، والله أعلم أنها ستبقى إلى قيام الساعة، لأن البناء محكم بشكل يعني يفوق التخيل. ونجحوا في البناء والتنفيذ لأنهم نجحوا في التخطيط أصلا. هذا العصر الفرعوني أيضا كانوا جيدين في الإحصاء لغرض ضريب، يعني كانوا يأخذوا ضرائب من الناس من ذلك الوقت. يعني إمبراطورية الصين العظيمة فيما يتعلق بالوظيفة، هم أول من وضع شروط الوظيفة وأول من تكلم عن الجدارة في التعيين وغيرها. فالصينيين لهم حضارة وإمبراطورية عظيمة جدا، ولا تزال يعني الصين فيها من الآثار والشواهد أنها تنبئ أن هذه الأمة كان لها تاريخ كبير وعظيم جدا، إمبراطورية يعني لا يستهان بها حقيقة. مملكة الإغريق، وليس فيها كلام كبير حقيقة، بعدها الإمبراطورية الرومانية التي سبقت الإسلام كان فيها إدارة دقيقة للجيوش، وكان فيها أضخم جهاز بيروقراطي في التاريخ مثل ما يقولون. البيروقراطية هي أسلوب إداري، لا يعني بالضرورة أنه أسلوب سيء أو أسلوب غير مفيد. بعض الناس يأخذ كلمة بيروقراطي، هذا شخص بيروقراطي أو الشركة هذه بيروقراطية، يعني أنها بطيئة هزيلة قليلة التطوير إلى آخره، ليس بالضرورة. البيروقراطية حكم المكتب يعني، وبعض الأماكن البيروقراطية بالنسبة لها حل وعلاج. بعض الأماكن أو بعض المنظمات الوضع الإداري فيها فوضى، فإذا دخلت فيها البيروقراطية غطلتها. هناك طبعا نماذج أخرى غير البيروقراطية أفضل وأسرع في التطوير، لكن لا تعني ما أريد أن أصل إليه أن البيروقراطية لا تعني السلبية في الضرورة، قد تكون إيجابية. بعد ذلك جاء الإسلام، هذا الدين العظيم، وهذا محور حديثنا في هذا المقرر إن شاء الله. سنأخذ ما نستفيد منه في ظل الإسلام، وسنتكلم مستقبلا إن شاء الله عن النظرية الإسلامية في الإدارة. في كلام حولها وفي بعض التفاصيل. السؤال هو يبيت تفكروا فيه، ما يحتاج تكتبون حاجة بس فكروا فيه. هل نحن كمسلمين إذا أردنا أن نضع نظرية إسلامية، هل نبتدئ وضع النظرية ابتداء من تعاليم ديننا، أو أن نأخذ ما وصل إليه العلم في الغرب من نظريات ونطعمها يعني ونضيف لها من هنا ومن هنا أمور من الإسلام؟ الأمر الثاني هو ما سأعمله أنا هنا إن شاء الله، لكن أنا سؤالي إذا أردنا أن نضع نظرية من الأساس، أن نبتدئ من حيث انتهى الغرب ونضيف، أو نقول لا نحن سنضع نظرية ابتداء إسلامية 100% ونستفيد مما عند الغرب، لكن ابتداء نضعها بناء على تعاليم ديننا وتعاليم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله السؤال واضح، فكروا فيه ندردش في مستقبل إن شاء الله. مرة ثانية لخص، إذا أردنا أن نضع نظرية إسلامية، هل نبتدئ ونأخذ ما عند الغرب ونزيد عليها ما لدينا، أو أن نقول هذه نظرية الغرب، لا إحنا سنبدأ بنظرية أخرى ابتداء 1 2 3 ونبدأ من الصفر ونستفيد من ما عند الغرب؟ فكروا فيها الله. بعد ذلك تأتي الإدارة الحديثة. ما يعني الإدارة الحديثة من خطيتها هنا
إنها يعني أتت بعد الإسلام وهي الإدارة الحديثة والإسلام يعني في قدم أو حاجة. لا مو هذا قصدي، قصدي من التسلسل، هذا التسلسل التاريخي فقط. أما الإسلام فيبقى معنا إلى أن نلقى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام، وسيبقى الإسلام إن شاء الله ما بقي الليل والنهار، وهو يزيد الحمد لله بالشفع في كل مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليتمنى الله هذا الأمر يعني الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى لا يبقى بيت نذر ولا وبر، يعني بيت من شعر أو بيت من طين أو من بناء، إلا أدخله الله هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام. ما يعني أن ذكرت الإدارة الحديثة أن شيء تاريخيا يلغي ما قبله، لا لا لا، ما أقصد هذا أبدا، ما أقصده التسلسل التاريخي. الإدارة الحديثة لها مدارسها، مدرسة الإنسانية ومدرسة السلوكية إن صح التعبير، وهناك عالم كبير أنا قرأت عدة كتب في الإدارة الحديثة اسمه بيتر دراكر، يسمونه أبو الإدارة الحديثة، عالم كبير حقيقة واستفدت منه كثير. هذه الإدارة الحديثة هي عقلنا الصبيعي علم الإدارة، ومن محالم من معالم الإدارة الحديثة اللي يسمونها الإدارة بالموقف، يعني يقولون ترى ما في قانون واحد يحكم كل العمليات الإدارية، فيه يعني استفادة من تجارب الآخرين، لكن كل موقف يحكم ظروفه ويحكم سياقه الخاص. في نظرية الإدارة بالإنجليزي يسمونها contingency theory أو نظرية احتمالية، تتلخص في كلمة يعتمد، يعني في الشركة اللي عندي مثلا أنا في موظف مثلا الاستقبال، موظف الاستقبال في الشركة كم موظف يكفيني؟ يعتمد واحد أو اثنين حسب العمل. فإذا أنا اعتمدت اثنين مثلا، وظفت اثنين في الاستقبال، أنت عندك شركة لازم توظف اثنين مثلي أو يعتمد على وضع شركتك، يعتمد. هذه ملخص نظرية contingency theory أو نظرية الاحتمالية. آخر شيء حمورابي، قانون حمورابي أو شريعة حمورابي، هذا من ملوك بابل دائما يضرب به المثل في وضع القوانين. حمورابي هذا كان ملك لبابل وقديم جدا، توفي عام 1750 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو مثل ما ذكرت من ملوك بابل. يضرب به المثل دائما أنه جاء ملوك بابل متعددين، ما هو واحد، لكن حمورابي هذا تميز عنهم بأنه نظم الأمور ووضع شرائع ووضع قوانين حتى الآن تذكر كثيرة كثيرة رتبهم، منها مثلا أنه قسم الأقاليم في بابل، مملكة بابل وغيرها، قسم الأقاليم ووضع مسؤول عن كل إقليم أو عن كل مقاطعة. بابل أو حمورابي نفسه كان على اتصال دائم، هذا يدينا قضية الكوميونيكيشن والتواصل، ما كان عازل نفسه في برج عاجل مثلا والوزراء هم اللي يديرون مثلا مملكته وبعيد عنهم، لا كان هو يتواصل، كان هو يتواصل أو مسؤولي الأقاليم مثلا كانوا يديرون وهو كان بعيد عنهم، لا كان يتواصل معهم تواصلا واضحا. هذا حمورابي، وهذه من الأشياء اللي تميز فيها، كان يوجههم أيضا، كان أيضا يبعث بالتعليمات التفصيلية، كان دقيق شوية وكان تفصيلي، وكان يرسلهم رسائل فيها تفاصيل، افعلوا كذا وسووا كذا، وسمينا الشريعة أو عفوا سمينا القانون الفلاني الذي ينص على 1 2 3 4 5 6 7، يضع تفاصيل كثيرة جدا لقوانينه التي يسمها، وبقيت يعني قرون من الزمن هذه القوانين التي وضعها حمورابي.
إلى آخرها إلى آخرها. طبعاً يقولون مملكة بابل بعد حمرابي تولاها خمسة من الملوك، وكلهم استفادوا مما عمله حمرابي حتى انتهت الدولة، وهاجمها ناس سمونهم الحيثيون واحتلوها ونهب العاصمة إلى آخر، يعني درسنا مو التاريخ، درسنا الإدارة. لكن المؤكد أن حمرابي هذا كان ملك من ملوك بابل، وأسهم إسهام كبير في وضع قوانين ووضع شرائع لهم، ساهمت كثير في إدارة الدولة بإتقان وليس فقط أوامر وقفية. هذه بس إشارة بسيطة الحمرابي، ويمكن أن تذهب وتقرأ، وكما ذكرنا سابقا أنه القراءة في التاريخ والتعمق في تاريخ الإدارة مجاله القراءة وفتون الكتب وليس المحاضرات، وهذه وجهة نظري. هذه إشارة سريعة قبل أن نختم محاضراتنا وأعطيكم الأسئلة. نظري الإسلامي في الإدارة تهتم بالمادة والروح وعمل الجوارح والقلب، فعل السبب عمل الظاهر، والتوكل على الله عمل القلب. هذا مما يفرق بين الإدارة الإسلامية والإدارة الأخرى غير الإسلامية. فالبعد الروحي عندنا وبعد الآخرة واحتساب الأجر، هذه كلها موجودة عندنا، لا تكاد تكون موجودة عند الآخرين، لا تكاد، يعني قد تكون موجودة. فإذا فعل الواحد، يعني عندنا مثلا قضية الإتقان، النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم عنها بالتفصيل، قال بصريح العبارة: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا يعني إذا أتقننا العمل وصلنا مهنيين، صرنا بروفيشنال، سينجح العمل. ما البعد الذي يزيده أو تزيده النظرية الإسلامية؟ هو بعد الأجر، وأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل. الله يحب منا أن نتقن أعمالنا، وأي شيء يحبه الله تؤجر عليه أنت أي منات. هذا البعد أن الله يحب كذا وتؤجر عليه لم أجد أنا شخصيا في الثقافة الغربية، لما كنت أدرس هناك وأقرأ كثيرا الحمد لله في الماجستير والدكتوراه، ما موجود هذا. فالبعد الآخرة والبعد الروحي غير موجود حسب ما طلعت عليه، غير موجود في الثقافة الغربية إجمالا، لكنه موجود عندنا. فالحمد لله نجمع الأمرين، حنا نجمع البعد الأخروي والإتقان وعمارة الأرض في هذه الدنيا. من الإشارات أيضا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ما معنى تديرونها؟ بعض الناس بالغ شوي في تفسير الآية هذه وقال هذا يعني أصل من أصول الإدارة في الإسلام، هذه الآية: إلا أن تكون تجارة تديرونها، ففي إدارة، وهذا أصل ونص في الإدارة ذكر الله في القرآن. في رأيي أنا أن هذا التفسير متكلف، أنا رجعت لتفسير الآية، فمعنى الآية إلا أن تكون تجارة، هذه في آية الدين كما أذكر في سورة البقرة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تتعاملون بهذه التجارة الحاضرة بينكم، وليس بالضرورة إدارتها أنك تدير هذا العمل بالمفهوم الإداري. ففي نظري أنا مع التفسير أن هذه الآية هي أصل للإدارة، في نظري أنه تفسير متكلف، والحمد لله أن ديننا ليس فيه ما يدعو للتكلف، كل دين واضح الحمد لله. أيضا في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يدير الرجل أمر 50 امرأة. هذا يمكن أن يكون التفسير صحيح إن صح الحديث، يعني يقوم عليها، يعني في بعض الحديث أن في آخر الزمان ستكون النساء أكثر من الرجال، ويدير الرجل أمر 50 امرأة. الله أعلم صحة الحديث، لكن
يبدو أن هذا المعنى فعلا قريب، حتى يدير الرجل أمرأة 50 امرأة، فيدير عليه يعني يقوم على شؤونها ويصلح ما يستطيع. عموما فيما يتعلق بالنصوص والبحث عن شواهد للإدارة في النصوص يجب أن لا نتكلم، وديننا الحمد لله ليس دين التكلم إنما هو دين واضح. الكتاب المقرر الإدارة الإسلامية المنهج والممارسة للدكتور الأستاذ الدكتور البروفيسور حزام بن ماطر المطيري، والكتاب مشهور في مكتبة الرشد وغيرها، وهو المرجع لهذا المقرر. من أراد أن يتوسع فهذا هو الكتاب المقرر. خلونا أعطيكم الكوز، أنا أعطيكم سرعة ثلاثة أسئلة على السريع، ما في وقت أني أكتبها على الشرائح، لذلك أستاذنكم أني أعطيكم إياها شفهيا ونحاول نستفيد منها. بعطيكم الأسئلة الآن ثلاثة أسئلة ثم أجاوب عليها قبل نهاية الوقت. نهاية الوقت الساعة 7:45 دقيقة، بمعنى فيما يبدو ثلاثة دقائق. السؤال الأول طبعا كلها صح أو خطأ، بعضها سنشرحها مستقبلا إن شاء الله، لا مانع من نأخذ بعض الأسئلة ونشرحها مستقبلا إن شاء الله. السؤال الأول، الفكر الإسلامي لا فردية فيه مطلقة ولا جماعية مطلقة، فهو فكر وسطي، صح أم خطأ؟ مرة أخرى، الفكر الإسلامي لا فردية فيه مطلقة ولا جماعية مطلقة، فهو فكر وسطي، صح أم خطأ؟ السؤال الثاني، الإسلام لم يفرض العمل على الإنسان، الإسلام لم يفرض العمل على الإنسان سواء العمل الديني أو العملي يعني الدنيوي، الإسلام لم يفرض العمل على الإنسان سواء العمل الديني أو الدنيوي، صح أم خطأ؟ أيضا السؤال الثالث، العمل هو أساس التقدم في جميع المجالات. ثالثا، العمل هو أساس التقدم في جميع المجالات، صح أم خطأ؟ خلونا ناخذ الإجابات مرة ثانية، عندنا دقيقة، إذا في حد يساهم مثلا في الجواب يشارك معنا الآن. خلونا ناخذ السؤال الأول، ناخذ فيه مشاركتين مثلا من الإخوة أو الأخوات. الفكر الإسلامي لا فردية فيه مطلقة ولا جماعية مطلقة، فهو فكر وسطي، صح أم خطأ؟ ما رأيكم إذا كان في بعض المشاركات؟ إذا ما في مشاركات أعطيكم الجواب باختصار. صح، لفت نزمة تقول صح وما ذكرته صحيح. أيضا الأخ أبو وسام الله يسلم، وسام بن ناصر فاطمة الفرحان وأروى والبقية يقولون صح صح صحيح، الجواب صحيح. الفكر الإسلامي لا فردية فيه مطلقة ولا جماعية مطلقة، فهو فكر وسطي، والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. السؤال الثاني، الإسلام لم يفرض العمل على الإنسان سواء العمل الديني أو الدنيوي، واضح جدا الجواب خطأ، جواب السؤال الثاني خطأ، الإسلام فرض، فرض. سنأخذ بعض الآيات وبعض الأحاديث بإذن الله تعالى. الجواب صحيح يا عمل، الله يسلمك مني وآخر. السؤال الثالث والأخير، العمل هو أساس التقدم في جميع المجالات، صح أم خطأ؟ أيضا هذا واضح جدا، الجواب صح، وأيضا راح نتكلم إن شاء الله عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. لم نتكلم عن هذه الموضوعات حتى الآن أيها الأخوة، لكن ما في مانع أن نسبق أحيانا
وكمقدمة للموضوع القادم بحول الله. هذه ثلاثة أسئلة إن شاء الله أنها مهمة وخفيفة يعني، وإن شاء الله إن شاء الله أننا نستفيد بحول الله تعالى من ذلك قدر الإمكان في المحاضرات القادمة. انتهينا من المحاضرة الأولى، الآن بقي المحاضرة بقي سبع محاضرات إن شاء الله تعالى. المحاضرة الأخيرة ستكون مواجهة. أنا عادتي الله يسعدكم أبقى ثلاث دقائق أربع بعد المحاضرة، إن كان هناك بعض الأسئلة أجاوب عليها مباشرة، إن لم يكن هناك أسئلة فنتوكل على الله ونصرف راشدين إن شاء الله. إذا ما استطعت تجيب على بعض الأسئلة هنا فالمنتدى أو الإيميل الشخصي في تدارس، أنا أدخل كل يوم تقريبا وأجاوب بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. كان في أسئلة؟ هذه الوقت مثلا بالمثل المحاضرة الثانية، إحنا لازم نأخذ محاضرة، إحنا هدف محاضرات الثلاثاء حسب ما أذكر، محاضراتنا الثلاثاء، لكن في محاضرة لازم باكب يعني لازم نأخذ فيها يعني محاضرة احتمال قبل الثلاثاء، سأخبركم إن شاء الله لاحقا. المحاضرة هذه أعلنت عنها في المنتدى، المحاضرة القادمة سأعلن عنها أيضا في المنتدى إن شاء الله، وباقي المحاضرات حسب الجدول الذي تم اختياره ممكن تحصلون موجودة في البرنامج إن شاء الله. جزاك الله خير على سؤالك، سؤالك مهم جدا. مثل المحاضرة الثانية سأحددها إن شاء الله وأعلن عنها بحول الله تعالى إن شاء الله، لكن بالتأكيد بتوفيق الله وعونه أن سننهي كل الثمان محاضرات في وقتها وقبل الاختبار النهائي بوقت كافي إن شاء الله. هل هناك أي سؤال آخر أو ننصرف مغفور لنا إن شاء الله؟ إيه نعم يا نعمة، الله يسلم عليك النعمة في الدنيا والآخرة، قولي آمين. يا أخت نعمة شرائح أنا نزلت الآن ثلاث محاضرات، نزلت شرائح ثلاث محاضرات وراح ننزل الباقي إن شاء الله قريبا بحول الله تعالى قبل وقت طويل من الاختبار إن شاء الله، فلا تقلقوا بحول الله تعالى. أي سؤال آخر؟ أيضا هنا سؤال، فاطمة تقول جزاك الله خير وإياك، الله يجمعنا بكم جميعا في مستقر رحمته ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء، كما يسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي عملنا وفي ذرياتنا وفي أوقاتنا وفي أنفسنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يرزقنا فوق ما نتمنى إنه على كل شيء قدير. نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.